انطلاقا من يوم الاثنين المقبل إن شاء الله، فبإمكان مختلف أرباب الأسر الذين يحملون بطاقة رماد ممتدة لحدود نهاية سنة 2019 أن يقوموا ببعث رسالة نتاع SMS لرقم مبسط هو 1212 يحمل لإرسال بطاقة الرماد نتاعهم، وستتم معالجة مختلف هذه التصريحات ليتوصل أرباب هذه الأسر انطلاقا من الاثنين 6 أبريل بإعانات مالية اللي هي في ثلاثة الأشكال 800 أقل من فردين، 1000 بين ثلاثة وأربعة أفراد، و1200 أربعة أفراد فما فوق. ثم العملية ستكون شهرية طيلة المدة التي تمتد من بداية أبريل إلى 30 يونيو. وكما قلت أيضا أن كل هذه العمليات التي تمت والتي ستتم مستقبلا وسيتم الإعلان عنها تتم في إطار الحساب الخصوصي الذي أحدث بتعليمات مولوية سامية لمجابهة كورونا سواء في شقها الصحي أو في شقها الاقتصادي والاجتماعي. أما المرحلة الثانية فتهم الأسر التي لا تستفيد من خدمة الرماد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي والتي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا. وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع التصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة.